في تقليد أصيل للوفاء بشهداء مصر وقواتها المسلحة وما قدموه من بطولات وتضحيات دفاعاً عن الوطن ومقدساته، أناب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في 9 مارس عام 1969. وقام القائد العام يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجند المجهول، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. ثم توجه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وقام القائد العام بمصافحة عدد من قدام القادة السابقين وكبار قادة القوات المسلحة.